أسعد الله أوقاتكم. في السينما وفي الأعمال الروائية تسند البطولات إلى الشخصيات الرئيسية والمركزية، بينما تسند باقي الأدوار إلى شخصيات ثانوية وإلى الكومبارس. في انقلاب البوينغ 1972 يمثل الكوموندو الوافي غويرا دور البطولة وشخصية مركزية مسيطرة على توجه الأحداث وتفاعلها. يقال في علم السياسة: البطولة للذي يكذب أكثر. لكن في التاريخ الأمم التي لا تقرأ يسهل خداعها، الأمم التي لا تقرأ يسهل خداعها، بل الشعوب التي لا تعرف تاريخها يسهل استعمارها والتحكم فيها ويسهل العبث بها، بل وأكثر من ذلك يسهل التلاعب بذاكرتها وبمستقبلها وبمستقبل أجيالها. كم نجهل تاريخنا؟ والسؤال: ما الذي نعرفه عن الطيار والكوموندو الوافي غويرا؟ وما هي الأسباب التي دفعته ليردد كلماته الأخيرة: وداعا أصدقائي، اليوم سأموت من أجل الوطن؟ ما قصة تعلقه بحلم الانقلاب؟ ولماذا كان يكره الحسن الثاني ونظامه؟ ولماذا تحول إلى كاميكاز من أجل هدف لم يتحقق؟ أسئلة نسلط الضوء عليها عن رحلة شخصية مركزية في انقلاب البوينغ 747، قادما من عوالم الفقر إلى سفر تاريخي محموم ومحفوف بالمخاطر. منذ سنة وشهر أنجزت حلقة عن شخصية مركزية كذلك في انقلاب البوينغ، يتعلق الأمر بمحمد أمقران، ولكني ضللت طيلة هذا العام وشهر أفكر في إنجاز حلقة ثانية عن الكوموندو غويرا، واليوم قد أتيحت هذه الفرصة بعد جمع كثير من شتات هذه الشخصية. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، فللتاريخ ذاكرة وللوطن ذاكرة، ومن لا ذاكرة له محكوم عليه بالإعدام. في مدينة شفشاون وبين طبيعتها الخلابة ولد الوافي غويرا سنة 1938، سنة قبل انطلاق الحرب العالمية الثانية. ولد في أسرة تعيش على الكفاف والعفاف، أسرة من أسر البسطاء في المجتمع المغربي. منذ طفولته أبدى الوافي غويرا الطفل الصغير شغفا كبيرا بالمعرفة وبطرح الأسئلة. كان يحتل المراتب الأولى بدون منازع في سعيه الدراسي وفي تحصيله الدراسي. كان الطفل الوافي مولعا بقصص التاريخ وبتاريخ المقاومة المغربية ورجالاتها وبشخصية عبد الكريم الخطابي والحلم الذي لم يتحقق. ترسخت في الشاب الوافي غويرا فكرة راسخة: كيف يزيح الظلم؟ واقترنت صداقته من نفس المنطقة بشاب آخر هو محمد أمقران، صاحبه في الدراسة وصاحبه كذلك في الأجواء المنزلية والعائلية داخل الوطن وخارج الوطن، وتكونت صداقة بينهما زادتها الأيام إيمانا بجدوى الأفكار المترسخة والتي حان قطافها. عاش الوافي غويرا وأمقران صداقة وثيقة ونفس المصير المتشابك.
حصل على البكالوريا وعمرهما لا يتجاوز 18 عاما، ثم انتقل إلى التكوين بمدينة مراكش معا، ثم إلى المدرسة العسكرية تور بفرنسا المخصصة أو المتخصصة لضباط الصف، ثم نفس الدروس ونفس الحصص بمدرسة طوليدو العسكرية للطيران بإسبانيا قبل أن يتخرج ضابطين من الأكاديمية العسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية. يتقن الوافي أكثر من لغة، اللغة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية والريفية كذلك، يعني بين درجة يتواصل بشكل جيد، غاضب من شيء ما، ونظرته تحمل كما كبيرا من الحزن. له قدرة على التواصل وله قدرة على الاستيعاب بشكل جيد، وكانت له قدرة على فهم مجريات السياسة المغربية وآلياتها بحكم علاقاته وبحكم ثقافته وبحكم معرفته وبحكم اختلاطه بمجموعة من الضباط ورجال السياسة. كان متأثرا إلى حد كبير بصديقه محمد أمقران الذي كان يعاني في صمت من مرض السرطان. بعد عودتهما إلى المغرب تم تعيين محمد أمقران مساعد قائد القوات الجوية إلى جانب حسن اليوسي، وأسندت مهمة تدبير شؤون القاعدة الجوية بالقنيطرة إلى الوافي جويرا. استأنس بالمكان أولا وبرجاله، ولكن فجأة انقلاب 10 يوليو 1971 وإعدام المنقلبين في اليوم الموالي وبسرعة الضوء وبدون محاكمة أزجج الغضب النار الكامن في النفوس بحكم صداقة أمقران والوافي جويرا بالكولونيل شلواطي وبمحمد ومحمد عبابو وبالضباط الآخرين والجنرالات والكثير من رجالات العسكر. من هنا سينطلق فصل جديد في الإعداد لانقلاب 1992 أو ما يسمى بانقلاب البوينغ 747، ومن هنا تبتدئ الحكاية. ابقوا معنا. يقول محمد أمقران المدير التنفيذي لانقلاب البوينغ 747: دخلت الجيش سنة 1956، كنت أؤمن بالملكية ولم أكن جمهوريا، ولكن شعاري تغير وكان مختلفا في 16 غشت 1972. 16 غشت 1972 هو يوم الانقلاب. نفس التغيير في الحس السياسي لدى الوافي جويرا الذي تغير كثيرا وازداد غضبه بعد 10 يوليو 1971. في 15 غشت 1972 يوم قبل الانقلاب أعطى رأس الحرب الجنرال محمد أفقير بشحن الطائرات الحربية بمدافع رشاشة، ومن بينها طائرة الوافي جويرا بنوع من التسرع والإهمال. في 16 غشت 1972 يغادر الحسن الثاني الإقامة الملكية بضواحي باريس، وتتوقف الطائرة بمدريد لحضور حفل غداء فجأة، وبعدها تدخل الأجواء المغربية، كل شيء عاد ولا شيء يثير الانتباه. فجأة يطلق الطيار دحو كلمة طاليهو، وهي تعني الهدف جاهز، بمعنى أن الطائرة البوينغ دخلت الأجواء المغربية. 6 طائرات حربية تنطلق من القاعدة الجوية من القنيطرة تحت إمرة الكوموندو الوافي جويرا، ومنها انطلقت إلى اعتراض الطائرة الملكية التي كان يقودها الطيار محمد القباش. 6 طائرات اعترضت الطائرة
الملكية بأجواء تطوان وانطلقت دون إشعار يصدر الأوامر فيها الوافق ويرا إلى باقي الطيارين. الطيار حميد بوخالف الذي كان معروفا ولدى الجميع بأفكاره الثورية ونزعته الاشتراكية ولا يحب الظلم ولا الظالمين. الملازم زياد عبد القادر، صالح حشاد، دحو بن بوكر، بينما محمد أمقران ظل مرابطا بالقاعدة الجوية بالقنيطرة نصف ساعة من إطلاق النيران نحو الهدف المنشود. سيبدأ الوافق ويرا بإطلاق أعيرة النيران على الطائرة الملكية، لكن فجأة يتعطل مدفعه الرشاش وكان يسمع صوته وهو يشتم آلته التي خذلته، ثم ينتقل ينقذ الموقف يعني يستعد الطيار عبد القادر زياد دون نتيجة، ثم ينقذ الموقف بوخالف الذي أطلق النيران على أحد محركات البوينغ 3 وأصابها. حينها قرر الوافق ويرا القيام بهجوم انتحاري على الطائرة، لكن الطيار عبد القادر زياد أخبره في آخر لحظة أنه يحتفظ بالذخيرة الحية. تقنيا قفز الوافق ويرا بمقعده من الطائرة قبل الارتطام وهو يردد وداعا أصدقائي اليوم سأموت من أجل الوطن. تقنيا فقدت الطائرة اف سانك من مسارها بعد قفز الوافق ويرا ومرت باحتكاك من تحت الطائرة البوينغ 747. نزل الوافي قويرا بالمظلة سالما في ضواحي سوق الأربعاء ليتم إلقاء القبض عليه ويسلم بعد ساعات إلى الملك. نفس المصير نزل بمحمد أمقران والذي نزل بطائرته بجبل طارق وسلمته السلطات البريطانية بعد ليلة واحدة ورفضت طلب اللجوء السياسي، ليكون الحظ وحده حليف الملك الحسن الثاني ومن كان معه على متن الطائرة الملكية بعد الكثير من الخوف والهلع والموت المحكوم أو المحتوم التي كان ينتظره، ولكن للأقدار كلماتها. من طبيعة الحال الحكاية لم تنتهي هنا، هناك فصل ثالث في الحكاية، ابقوا معنا. تمر أجواء المحاكمة العسكرية بالقنيطرة بسرعة بنفس الوجوه ويتحول الجنرال الدليمي إلى قائد فيها. يتحول الجنرال الدليمي إلى قائد فيها. فقط المحاكمة تستلزم العديد من الحلقات لوضع المشاهد الكريم في قلب الحدث وفي الصورة. لا يتسع المجال ويضيق الوقت كذلك لأكثر من سبب. اختار الدليمي ورفاقه القسوة بشكل كبير في المحاكمة وفي التعامل. نطق بالحكم ليلة عيد الفطر ونقلوا على إثرها يعني المحكومين بالإعدام إلى السجن المركزي بالقنيطرة تحت حراسة مشددة من طرف الدرك الملكي. أوضع الربابنة في حي المحكومين بالإعدام، حي باء حاليا. كان كل متهم أمام في زنزانة انفرادية يقف أمامها دركيان. في يوم 12 يناير 1972 يعني يوم قبل الإعدام، يستقبل الملك الحسن الثاني كل من محمد أمقران والوافي قويرة. يدور حوار طويل بينهما عن الانقلاب وعن استعدادات الانقلاب وكل مراجع حول الانقلاب. خلال المحاكمة اعترف الوافي قويرة ومحمد أمقران بخطة الانقلاب ولا علاقة للباقين بأية علاقة خصوصا المرؤوسين. اعترف هذا الاعتراف يعني كان مباشرا أمام الجميع.
في 13 يناير 1973 وبالضبط في الثالثة صباحا ومع مطلع الفجر اقتيد الربابنة إلى ساحة الإعدام وكانت فرقة التنفيذ في انتظارهم. من بين الشخصيات التي حضرت الإعدام، هذه هي خاصة حلقة، من بينهم عامل مدينة القنيطرة حسني بن سليمان الذي كان على صداقة وصديق لمحمد أمقران. أجريت القرعة كمباراة لكرة القدم أو الدوري الإسباني، وكان أول المعدومين اليطنو المدوي. رفض الجميع وضع عصابة على أعينهم، وحينما شد وثاق أمقران استدار وأشاح بوجهه وبكى، وفعل نفس الشيء مع صديقه الحميم الوافي غويرا، ليأتي الدور على الكوماندو الوافي غويرا. كان الكولونيل الشرقاوي هو من أتم مراسيم هذه عملية الإعدام، وهو يصرخ هذا ظلم، الله يسمح لنا. من الصدف الغريبة، من الصدف الغريبة أن الوافي غويرا ومحمد أمقران كان في ذات القسم وتكوين يعني في نفس المسار جنبا إلى جنب، وفي نفس لحظة الإعدام كذلك دفن جنبا إلى جنب الوافي غويرا إلى جنب صديقه محمد أمقران بمقبرة شفشاون. بعد الانقلاب تغيرت الكثير من اللاءات والكثير من المواقف، وبدأ المخزن بصناعة مسلسل جديد اسمه المسلسل الديمقراطي، وبجهاز جديد للمخابرات المغربية. ولكن للأسف الشديد بدأت العقلية المخزنية المغلة في درجات الاستعباد والاستبداد. ملاحظة بسيطة، أراني كنضرب ونقيس كما يقول المثل المغربي، هناك الكثير مما يقال لكن الله غالب. إلى لقاء متجدد بحول الله، كل المنى وألف تحية وسلام. شكرا لدعمكم، لتواصلكم ولمحبتكم، وإلى لقاءات متجددة بحول الله، هناك الكثير ما يقال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.